بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبابنا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الدين يسر. التغيير جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، لما تغير بيحدث تجديد، تغير الملابس، تغير أماكن الصلاة، تصليش في مسجد واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول خير المساجد أبعدها. لماذا؟ لأنها أكثر خطوات، خطوة تعطيك حسنة، وخطوة تحط عنك سيئة، وخطوة ترفعك درجة. عدد الحسنات ما شاء الله شغال، تغير المساجد. وبعدين لما بتكون في الصيام برضو بتنوع في الطعام وفي الشراب وفي الأكل، بتغير في أساس البيت، بتغير زي ما قلنا في المقروءات، بتقرأ في مجالات متعددة، في العلوم الشرعية وفي العلوم العربية وفي الثقافة العامة وفي اللغات وفي حضارات البلدان والثقافات الأمم والشعوب. تغير الأماكن، سبحان الله، تغير، تنتقل من مكان إلى مكان، بتشعر بالتجديد وبالراحة النفسية، الراحة والأمان والهناء. وبعدين بيعطيك نشاط، بيعطيك طاقة. ممكن تغير كده لما تشوف مثل حبيبنا شيخنا الدكتور سلمان العودة، لما يسافر يكتب كتاب، يروح تركيا، يروح يتنقل كده ويتجول، ده بيعطيه طاقة ان هو يكتب وايه ويبدع ويفيد. فعليكم بالتغيير. بعض الناس برضو تحب التغيير في الزواج بس خد بالكم، الزوجة بقى تفوت تكون ذكية، بدل ما هو يغيرها هي تغير، تغير في تسريحة الشعر، تغير في طريقة الكلام، تغير في الملابس، تغير في المعاملة، تغير في كل الايه، في كل هذه الوسائل، بحيث حسب التغيير بتعمل ايه، بتعمل تجديد وراحة. بدل ما هو يغير ويتجوز واحدة ثانية ويتجوز واحدة ثالثة، لا، ما انت الافضل انك تغيري في الايه، في الحاجات اللي عندك، الامكانيات، شوف الامكانيات المتاحة عندك وغيري فيها وجددي فيها يعني ده سبحان الله بيحدث راحة جدا ونشاط، نشاط كبير في الحياة الأسرية وفي السعادة. أنا هذه وصيتي، وصية سريعة، غيروا وجددوا حتى تنشطوا وتستريحوا وتعيشوا الحياة بأسعد ما فيها. بارك الله فيكم وتقبل الله منا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ولقد يسرنا القرآن.